هتموتني. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. انا يا جماعه النهارده كنت عند مامتي ولسه جايه وجبت العروسه بتاعتي من وانا صغيره. العروسه دي بتتكلم، يعني اقعد اكلمها كده تقعد ترد عليا ماشي، واحمد ما يعرفش. فانا قررت النهارده ان هعمل فيه مقلب ايه، ان العروسه دي مسكونه وبتقعد تتكلم لوحديها وانا مش عارفه اعمل ايه وكده، وعايزه اشوف رد فعل. بس اهم حاجه اعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس وكومنتات كتير ولايكات اكتر، بحبكم كلكم، اغلى حاجه في حياتي. هتلاقوا لينك الانستجرام بتاعنا تحت، هتلاقوه في الديسكريبشن. يلا اعملوا لي فولو انا واحمد عشان احنا داخلين على عيد وهننزلوا حاجات جديده تحفه ماشي. يلا بينا. المهم احمد دلوقتي لسه مستني وبركن العربيه تحت، فاستنوا بقى يطلع ونشوفوا هيعمل ايه معانا. دي حياه، مش انتوا كنتوا عايزين تشوفوا حياة؟ دي حياة اهي. عارفين دي عندي بقالها 8 سنين. ماما كانتش عايزة تديها، قالت لي سيبيها انت هتبوظيها. مرحبا انا سعيدة بلقائك. انا اسعد يا حبيبتي. مرحبا من انتي؟ انا اللي ضاع من عمري سنين. ازيك؟ وحشتيني يا جميل. انا اسمعكي بوضوح، ممكن تقولي مرة ثانية؟ بابا احمد. بابا احمد. تعالى تعالى سلم على بنتك. تعالى يا احمد. 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 ايه؟ بس يا حبيبي. ندى. ايه؟ البضاعة بتاعتي انا كنت حاططها هنا. هتلاقيها جوه في الاوضه. بس تعالى عايزه اقول لك حاجه. ايه دي؟ ايه دي؟ جبتها امتى دي؟ دي عروستي، مش انا جبتها النهارده من عند ماما. تعالى احكي لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ بقالي يا ابني بقالي اسبوع كل يوم احلم بيها، حاجه عماله تنزل. تحلم مين؟ بالعروس. تحلم دي؟ اه. انت بتحلمي بدي؟ بدل ما تحلمي ببيتك يعني؟ استنى بقى. انا عايز افهم يعني، بدل ما تحلمي ببيتك تحلمي بدي؟ استنى بقى. استنى اعرف ايه اللي حصل. اقول لك حاجه، انت دماغك هنا فاضيه؟ استنى بس، حلمت بيها كل شويه تقول لي ايه؟ روحي خذيني من عند مامتك. دي تقول لي خذيني من عند مامتك. اول يوم طنشت وتاني يوم طنشت. بقالي اسبوع على الحلم. دي بتقول لك كده؟ اه. انت مش مصدقني ليه؟ انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز. انا سعيده بلقائك. فرحانه بيك. فرحانة بيك وبتسلم عليك. هل أستطيع أن أكون صديقتك؟ بتقول لها غير. لا لا يا حبيبتي مش بلعب معاكي ولا حاجة، اقعدي. تعالي. فين اسمعكي بوضوح؟ ممكن تقولي مرة ثانية؟ ما تكسفنيش قدام باباكي بقى. تعالي يا أحمد بس. أنا سوف أخفض صوتي إذا كان يزعجك. لا مش مزعجني خالص. وسعت أبا بعيد من عني. أحمد قالها 4 سنين يا أحمد، بتقولي تعالي خديني من عند ماما. دي معاها تليفون دي؟ اوكي. بيجيلي في بتكلمك انجلش. بتكلمك انجلش كمان حبيبتي. وحشتيني. لا هو مش عارف. اسمعكي بوضوح، ممكن تقولي انتي جميلة؟ انتي جميلة. لا 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 ما تزعريش ولا حاجة احمد. اوكي سوف اتكلم. طب بالله وسع بالله عني كده احمد. ايه يا ندى؟ بصي يا احمد بقى انا سوف افتقدك. طب اهدي يا حبيبتي. احمد عماله تقول لي تعالي خديني من عندكم، تعالي خديني من عندكم، تعالي خديني من عندكم، وانا ما رحتش اخدتها. ايه ايه بس مالها؟ مالها بقى بعدين؟ جميله اهي. بتيجي بتقولي بتكلمك ازاي هي؟ ايه؟ بتكلمك ازاي؟ انت عايزه تكلميني ناس؟ مرحبا. انت انا بالله وسعي بالله عليك بالله وسعي. ما تحدش على راسي بالارض. ده انا قلت تعالي خديني من عند بابا. روضات الاطفال، هناك اطفال كثير. ما خلوش يعاملك وحش. صح صح. ماشي. المهر الصغير. احمد. ايه نادر؟ كان قديم الزمان مهر صغير وامه يعيشها. اسكتي. ملاك جميله. لماذا تضعني احمد؟ بس احمد بس. والعروسه تشيلها طلعها بره عشان تطلع. لا هتطلع عليك. اقسم لعنتين. لا لا هتطلع عليك. لعنتين. لعنتها. بتطلعها بره اقسم بالله. احمد. ايه يا ندى؟ في ايه يا ندى؟ انت هبله يا بنت ولا ايه؟ في ايه مالي؟ عايز ايه يا ندى؟ خلصي يا ندى. تعالى. انا عايز البطاقه بتاعتي وماشي على طول. تعالى. عايز ايه؟ تعالى. مش هعمل كده تاني خلاص.
بتعامل عروسه وحش ليه؟ ست ما جتش جنبها وسعني. بتعامل عروسه وحش ليه؟ مش عايزاكي تزعلي. لا اه شفتها معفن. لا بقى مش عايزاكي تزعلي. بيحبك بيحبك بيحبك. اديله بص اديله بص وسعني. اديله بص حبيبتي. معلش معلش اوكي تقول لك تعالى بصوت اعلى. تعالى يا احمد. ازرق ما اسمك يا بابا؟ ممكن تقولي مره ثانيه؟ عايزين اروح اجيبه. روح اجيبه. ازرق ما اسمك يا بابا؟ ممكن تقولي مره ثانيه؟ مش راضي يجي مش راضي يجي. يا فين الملكة؟ أجرين فين أسلاك يا بابا؟ ممكن تقولي مرة ثانية؟ أحمد فين أنت؟ أحمد أجرين فين أسلاك يا بابا؟ فين أنت؟ أحمد فين أنت؟ فين أحمد؟ يا أحمد شقلبتني ليه؟ اقسم بالله اتفجعت والله. احمد اقسم بالله اقل منها. انا والله اقل منها. قلت بقى عشان اصلحها تاني عشان مامتي ما تزعلش مني. ما كانتش قالت تتضايقلي قالت لي هتبوظيها. تضايقني بالله عليكي ده والله. عروستي يا احمد. احمد يا ست دي الباروكه لوحدها يا ابني بس تتلزق. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله بوجع كان هيوجعني والله. تعالى بقى نختار الفيديو الحلو ده. المقلب السو كيوت ده. الله احمد اقسم بالله مره بالشرقه دي. يا ابني دي تقيله على دماغي والله. دي تقيله على دماغي. استنى اقسم بالله. والله جعجمت في جعجه وانا داخله على العيد يا ولد. يلا تعالى معايا. استنى لا استنى استنى. يلا. لا لا لا. احمد. صلي على العروسه. يا احمد. لا. يا احمد. يا احمد. كده احمد كده بوسط عروسي. والله والله العظيم يا جماعه والله العظيم قلبي وجعني والله. كان خلاها تتكلم كده قدام الناس. كلمت معايا. مرحبا انا سعيد بلقائك. وانا اسعد. يلا تعالى استنى بص بعيد بعيد عني دي اقسم بالله مش فايته في الشقه. يعني فيها حجاره يا انا مش لا والله ما تبكي الشقه لو فيها مش لو مش فيها حجاره. كان عمري 5 سنوات. ماشي يا حبيبتي. أريد أن أذهب إلى روضة الأطفال. هناك أطفال كثير. خذ الروضة. يا مرحبا بك. تقول لك شكرا جزيلا. مع السلامة. أنا أحبك أيضا. مع السلامة. مع السلامة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا سبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس وكومنتات وشير لايكات أكتر.
رحب اخويا. طب استني استني، خلي العروسه تقول لهم اشتركوا في القناه. لا ما بتقولش. ما بتقولي بترجع ام انا بس ها؟ ترجع ام انا بس ها؟ ما هي ما بتعرفش تعمل غير توزع اعصاب انا. يا بس سبسكرايب في القناه بعرف كده. استني استني. ايش ده؟ انت عايز ايه يا ندى؟ اقسم بالله اقسم بالله تموتيني بدل. عايز اوقع لك الحب الحلوين دول. والله العظيم هتموتيني بقى. والله والله العظيم يا جماعه موقف صعب قوي والله. يلا انا ما بنسى في القناه فعلا بنسكم انت كتير. استنى 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 مش كده يا جماعه، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات واعملوا كومنتات، بنحبكم كلكم يا اغلى حاجه في حياتنا. يلا ادلو لينك الفولو بتاعنا في الديسكربشن. لينك الفولو بتاعنا في الديسكربشن. اقصد ده عزمي انت عايز ايه؟ لا لينك الانستجرام موجود تحت في الديسكريبشن، انزل اعمل لنا فولو. حلو كده؟ انزل اعمل لنا ايه؟ فولو. انت قابله بنت ولا ايه؟ انت مش عايز البتاع عشان تنزل تلحق تنزل تحت؟ اختم معايا انجز عشان تنزل. البتاع فين؟ محطوطه جوه. المهم يا جماعه عايز اقول لكم حاجه بس. كل عام وانتم بخير بحلول ايه؟ عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.